طلع بالجزء الأخير من المحاضرة الخامسة، باقي بجزء بسيط هو الفورميشن اوف ايج ميمبرينز، تكوين أغشية البيضة. بعض الحيوانات تحتاج بيوضها إلى إضافة أغشية أخرى فوق الغشاء السيتوبلازمي لها الأصلي، تحتاجه في يعني عمليات التكيفية. بعض من هذه الحيوانات وسيلة تكيفية ممكن أنه يحمي البيضة، protect eggs from predators، من مفترسات، لأنه بعض الأغشية تكون لها مثلا طعم غير مستساغ للمفترس، ممكن تخفيها لهذه البيوض، ممكن تحافظ عليها من الأمراض against disease and many environmental effects like pH. فإذا هي نوع من الوسائل التكيفية لحماية هذه البيوض، خاصة البيوض اللي تطرح من جسم الأنثى ويكون الإخصاب بها خارجي، تحتاج إلى مثل هذه التكيفات. نيجي ناخذ بشكل مبسط الأنواع الايج ممبرينز بطريقة بسيطة، اعتمادا لهذا التقسيم اللي راح ناخذه اعتمادا على الاوريجين. النوع الاول اللي اسميه بالبرايمري ايج ممبرينز، اللي هي اغشية البيوض الاولية. These membranes are formed in the ovary. هنا راح ناخذ يعني اهم النقاط في كل فقرة، راح ناخذ اللوكيشن، موقع تكوين هذه الاغشية، ومن اللي مسؤول عن تكوينها. البيوض اللي يضاف لها البرايمري ايج ممبرينز، مكان إضافة هذه الممبرينز هو داخل الأوفري، يعني ما زالت البيضة في داخل الأوفري ويضاف لها هذا الغشاء الإضافي، يعني بعدها ما صار عملية أوفيليشن. وين مكان إضافته؟ between the egg plasma membrane and follicle cells، يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي إذا تتذكرون وياي، الزونة بليوسيدة، هذه الغلاف، هذا الغشاء اللي يحتوي على مادة كيميائية من الكلايكوبروتينز، ذكرنا أنه ينضاف فيعزل كأنه البيضة على الجرانيولوزا سيلز اللي حوله، هو هذا واحدة من هذه الأنواع. فلاحظ راح يدخل هذا الغشاء، راح يدخل فوق الايج بلازما ممبرين والفوليكل سيلز. المسؤول عن إنتاجه وإفرازه هو كل من الأوفا والفوليكل سيلز، البيضة الأوفم والفوليكل سيلز، اثنيناتهم يشاركون بعملية تكوينه. هذا النوع من البرايمري بسب تايبس، بأنواع، اللي هو الفيتيلاين ممبرين، الغشاء هذا الفيتيلاين يسمى في بعض الحيوانات يسمى بالفيتيلاين، فيعتبر هنا هو نون سيلولار ترانسبيرنت لاير، هو فد غشاء هو مو خلوي، يعني يحتوي على مواد خلوية، وإنما عبارة عن عازل مثل الجدار أو غشاء شفاف. المادة الكيميائية اللي هو ميوكوبروتين، ينطيها الفيزيكال سبورت والإلاستيسيتي لبعض البيوض. الفيتيلاين ممبرين اللي هو واحد من انواع البرايمري، الفيتيلاين ممبرين ممكن يكون مجاور مباشره للبلازما ممبرين الى الاوفا، يعني احنا ذكرنا هو اول غشاء يتكون بعده، يعني يحيط بالايج بلازما ممبرين. الفيتيلاين ممبرين يوجد في الكثير من الحيوانات وإلى تسميات حسب الحيوانات. مثلا الفيتيلاين ممبرين اذا مو يعني موجود بالطيور راح يكون يوجد إلى حد مرحلة الفيرتلايزيشن، وبعدين ينفصل فيسموه اسم آخر بعد الفيرتلايزيشن بالفيرتلايزد ممبرين. فقبل الفيرتلايزيشن أسميه فيتيلاين ممبرين بالطيور، وبعد عملية الإخصاب يتحول إلى الفيرتلايزد ممبرين. بالأسماك إن فيش يسموه الكوريون، في الزواحف واللبائن يسمى بالزونة بليوسيدة. فلاحظ هما كلهم هما الفيتيلاين، وهو الفيتيلاين هو جزء من البرايمري ايج ممبرين، لكن بالطيور الى تسميه، وبالفيش الى تسميه، وبالزواحف واللبائن الى تسميه اخرى. هذا المخطط يوضح لك انه هذا هو الفيتيلاين ممبرين، هذا الفيتيلاين ممبرين اللي ينفرز مباشره بعد الايج، بعد الايج، واللي يعزل البيضه عن الجرانيولوزا سيل. هذا رسم آخر للفيتيلاين ممبرين اللي هو بالتحديد هو الزونة بليوسيدة بالهيومن. لاحظ من ذكرنا قبل شوي أنه ديحيط البيضة ككل ويفصلها عن الجرانيولوزا سيلز اللي بالخارج، اللي هي من تركيب المبيض. نجي إلى النوع الآخر من البرايمري
ايج ممبرين اللي هو الجيلي انفلوب، هذا غشاء جيلاتيني. هذا موجود في انواع بدائيه اخرى اللي هو بالايكانودرمس في شوكيات الجلد وفي المارين انفيرتبرس وفي اللافقريات البحريه. هذا النوع من الممبرينز اللي هو يختلف عن السابق. The primary egg envelope is much thicker structure like jelly coat، يكون هو تركيبة يعني thick أكثر، يعني أثخن أو أسمك إذا نقارنه مع الفيتيلان ممبرين. فاثنيناتهم الجيلي انفيلوب والفيتيلان ممبرين هما من أقسام primary egg ممبرين. النوع الثاني من الايج ممبرينز بشكل عام اللي هو السكندري. هسه خلصنا البرايمري، اخذنا التو سب تايبس اليه، هسه ناخذ التايب الاخر اللي هو السكندري ايج ممبرين. ذا سكندري ايج ممبرين از سيكريتد اوتسايد ذا برايمري ايج ممبرين. اذا هسه موجود البرايمري ايج ممبرين اللي يفرز بعد البرايمري يسمى بالسكندري. من المسؤول عن انتاجه؟ لاحظ فقط الفوليكل سيلز، بينما اللي قبله كانت between ovum and follicle cells. هنا أنا فقط الفوليكل سيلز مسؤولة عن إنتاج هذا الغشاء. المادة الكيميكال ستركتشر اللي هي كايتينيوس شيل، مادة كايتينية فيوجد بالحشرات بالسايكلوستومز في دائريات الفم ويسمى بالكوريون. لاحظ إذا نجي نركز قبل شوية هم قلنا كوريون، وين قلنا؟ قلنا من تكلمنا عن الفيتيلاين اللي موجود بالفيش. لاحظ بالفيش الفيتيلاين ممبرين إلها إلى تسمية سمي كوريون. هسا هاي الحالة شلون راح أميز بين كوريون البرايمري إيج ممبرين وبين كوريون السكندري إيج ممبرين؟ لاحظ the chorion here هنا is different from the chorion in fish that is formed by the oocyte. الكوريون اللي ذكرته قبل شوية بالفيش كان المسؤول عن عملية الفورميشن إلى هي عملية الأوووسايت والفوليكل سيلز، بينما هنا ذكرنا أنه هذا النوع من الأغشية مسؤولة عن إفرازه هي الفوليكل سيلز. هذا الفرق الأول. اثنين، أنه هنا الكوريون بهذا النوع المادة الكيميكال إله هو الكايتينيوس شيل، بينما هناك كانت عبارة عن بروتين وبوليسكرايدز. فصارت عندي فرقين أو نقدر نسويها ثلاثة إذا ضفنا الفرق الثالث، إنه الكوريون in these animals هو من نوع السكندري ايج ممبرين، بينما الكوريون in fish هو subtypes of the primary ايج ممبرين. فصارت عندي ثلاث فروقات بين كوريون الأسماك وكوريون الإنسيكتس والسايكلوستومز. أول شيء من ناحية الستركتشر كان الكوريون اللي هنا هو كايتينيوس، بينما الكوريون اللي بالبرايمري كان بروتينز وبوليسكرايدز. اثنين، الكوريون اللي هنا بالإنسيكتس وبالسايكلوستوم هو من نوع السكندري ايج ممبرين، بينما كوريون الأسماك هو من نوع البرايمري ايج ممبرينز. ثلاثة، المسؤول عن إنتاج formation chorion in the fish كان مسؤول على الأوفم and follicle cells، بينما الكوريون اللي هنا بالسايكلوستوم وبالإنسيكس من مسؤول عن إنتاجه؟ مسؤول إنتاجه عن فقط هو follicle cells. التيرشري ايج ممبرينز النوع الآخر من الأغشية الثلاثية، طبعاً كل ما تكون عملية إنتاج إلها تسمى بالتيرشري وأكو الكواترنري إلى آخره. التيرشري ممبرين سكريتد ثرو، هنا الأغشية الثلاثية اللي تفرز على البيضة، وين تفرز؟ تفرز وهي passage the egg in the oviduct or uterus، خلال مرور البيضة في المبيض في قناة البيض أو في داخل الرحم. الأغشية اللي تضاف إلها تكون من هذا النوع، من نوع التيرشري. فهنا هسه صار عندنا المكان أيضا اختلف، هنا بالأوفيدكت أو بإنسايد ذا يوترس. هناك اللي فاتوا كان داخل الأوفري نفسه. سيكريتد باي، من المسؤول عن تكوين هذا النوع من الأغشية؟ سيلز أوف ذا أوفيدكت إتسلف، نفسها خلايا القناة البيض هي مسؤولة عن تكوين هذا، يعني لا الأوفوم ولا الفوليكولار سيلز، خلايا المبيض نفسه. فهذا هو فرق بين التيرشري آخر بينه وبين البقية الأغشية السابقة.
لاحظ هنا الأمثلة على البيوض الحيوانات اللي تمتلك هذا النوع من الأغشية الأوفيباروس شاكس، يعني شنو؟ يعني أسماك القرش اللي تكون من نوع البيوضة، أكو نوع يعني أنواع معينة من أسماك القرش اللي تكون هي بيوضة، يعني هي مو يعني تكون هي بيوضة، فتحاط بطبقة الألبومين surrounded by albumin and heart capsule secreted by shell glands، أكو خلايا قشرية موجودة في قناة البيض في إناث القرش هي مسؤولة عن إفراز مادة الألبومين اللي هي تعتبر تيرشري إجمبرين. فإذا الكيميكال ستركتشر هنا هو ألبومين، اختلف عن الإجمبرين انزل فاتت. In amphibians في البرمائيات عندنا 3 layers of albumin راح تفرز فوق البيضة. اوكي من تنزل بالمي راح فائدتها هذه الممبرينز تكون بشكل مادة جيلاتينية تحافظ على البيضة مثل ما ذكرنا، هي نوع من التكيف يحميها من الانفكشن ومن البريديترز المفترسات. في بعض الزواحف والطيور 5 طبقات من التيرشري ايج ممبرينز تضاف الى هذه البيوض. فلاحظ اذا نشوف انه بيضة الطيور وبالتحديد بيضة الدجاج اللي هو هذا النموذج المخطط لها، كل طبقات الالبومين اللي هو احنا نسميه البياض، فمن تسلق البيضة راح تشوف طبقات الالبومين هذه اللي هي تتجمد بعملية السلق، راح تشوف هاي الالبومين هي كلها عبارة عن هذا النوع من التيرشري ايج ممبرين بحوالي 5 طبقات اضيفت فوق البيضة، فكل هذا الالبومين اللي نشوفه بالبيضة هو من نوع التيرشري ايج ممبرين بعد الفيتيلاين اللي هو يحافظ على البيضة من الداخل ثم اضيفه التيرشري ايج ممبرين. احنا في بهذا الموضوع نكون خلصنا المحاضرة 5، ان شاء الله تكون يعني طبعا هي معلومات بها غزيرة، وان شاء الله تكون وصلت لكم بطريقة واضحة، وان شاء الله تكون بها النفع والفائدة للجميع. شكرا جزيلا.